اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ نور يا كابتن. باركوا ايه، كله تمام؟ هبدا بسرعه كده. الحمد لله. اذا كنت ستكتب عن مباراه الاهلي والمقاولين امبارح، هتكتب عنوان صحفي طبعا لحضرتك اساتذتنا يعني. فوز مهم وخروج من حاله عدم التوفيق. استاذ محمود، الاخبار هي زي ما يجي على دماغك. فوز معنوي وتجاوز محنه الدوري الافريقي يعني. ممكن. انت بتعتبرها محنه؟ بعتبرها محنه. اوكي. رغم الاداء الرائع اللي كان طبعا يعني انت عارف جمهور الاهلي هي عدم توفيق كمان بيعتبر يعني الناس كلها والحضور الجماهيري الكبير جدا طبعًا. بامانه والمسانده كان شيء مهم، لكن التوفيق طبعا دي حاجات دي يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو بكفك واكفك قبل كده صحيح وهيديك، فانت في دروس بتيجي كده يا كابتن بتخليك برضو تراجع جانب من حساباتك. ليه؟ البدايه رغم ان البدايه كانت كويسه جدا في تنزانيا 2-2، ماتش القاهره التعادل كان الاداء برضو الاداء قل في مباراه الذهاب كنت قريب جدا انك انت تعمل حاجه كويسه جدا، لكن ايه يعني عاوز اقول في ظل معلش بين قوسين في ظل الاخطاء التحكيميه الكتير اللي حصلت في الاربع ماتشات. فالماتش العوده هنا كان عندك فرصه، لكن التوفيق تخلى عنك بصوره وبكره بضربه جزاء، لكن برضه بين قوسين واحده من افضل المباريات تحكيميا للنادي الاهلي للحكم السنغالي عيسى سيب. عيسى سيب بصراحه يعني لا شك. فانت الناس الاهلاويه اللي هم الاهلاويه بعد التجارب دي بيبقى عندك ماتش في الدوري بيبقى مهم جدا انك انت تكسبه، ودي مباريات تكسب ولا تلعب يعني. بعد الاهم بيجي لك لقطه انك انت محتاج تكسب عشان ايه تحافظ على ايه على صح البطوله صح، ولكن فيها. انت اذا كنت هذه المباراه هنخش على هذه المباراه على طول يا استاذ جمال. هل بتاع النادي الاهلي انا بشوف ان برضه كانت مباراه جيده، قد يكون هناك حاله بسيطه في البدايه. اي مباراه المقاولين؟ المقاولين بص يعني طبعًا. انا باخد من كلام استاذ محمود الحقيقه لما قال محنه، فانا قلت له لا يعني انا بشوف ان هي مش محنه بصراحه. ان انت اديت بشكل جيد ولكن التوفيق لم يكن ما هو عشان كده يمكن انا حاولت بالنسبه لسان داونز حاولت اجسد برضه الحكايه شويه اكتر، بس يمكن الاستاذ محمود ايه ما حبش كل واحد وجهه نظر لا عشان ممكن يكون حب يدي بعد اخر للعنوان طبعًا. للمانشيت يعني لكن هي اساسا لما تشوف النادي الاهلي على مدار الاربع مباريات اثنين قدام سيمبا واثنين قدام سان داونز ظروف قد تختلف جزئيا لكن كلها برضو تحت عنوان واحد، ان انت يعني عندك فرص كتير بتضيع اهداف كتير حقيقي. اللي هو استمرار لحاله برضو انت بتعاني منها، محتاج تركز اكتر في موضوع اضاعه الفرص السهله. الفرص السهله دي لو جت خلاص بتفرق كتير طبعا بتفرق كتير لان هي بتغير مجرى المباريات. يعني اخر حاجه ضربه الجزاء الضائعه مثلا، تخيل دي لو جت كان هيحصل ايه؟ ده علي معلول طبعا قدر الله وما شاء فعل، والكوره علمتنا ان فيها كل حاجه طبعاً. بس برضو فيها اثناء المباريات نفسها بتحصل احداث ممكن تغير مجرى المباراه. يعني 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 هقول اذا كان عدم التوفيق ملازمك في هذه البطوله فعلا، وايضا امام اتحاد العاصمه على فكره انا مش بقول اي كلام، انا بقول من واقع الفرص الفرص التي لاحت للاعبي الاهلي على مدار الخمس مباريات دول. طبعا هي في النتيجه في الاخر غير اذا كان عدم التوفيق لازمك، فبرضه نرجع نقول ان التوفيق مهم جدا في كره القدم جدا، وهو الذي وقف بجانبك في بطوله دوري ابطال افريقيا طبعا. في اوقات معينه السنه اللي فاتت في ضربة يبقى اذا ايوه اذا مش هنقدر نستبعد عنصر التوفيق وعدم التوفيق. لا لا خالص طبعا في حاجات كتير المفروض فنيا يبقى فيها تركيز. يعني مساله ان انت لما يجي لك فرص وما تستفدش منها انت ما تضمنش المباراه هتمشي ازاي. صحيح. غالبا زي ما بيقولوا كده في الكوره لو ما سجلتش ها هيخش فيك او مش هتكسب هتستقبل يبقى اذا ضروري جدا جدا
انه انا مش مهم شكل الهدف ازاي، انا احيانا الكره تخش جول. انا احيانا بشعر بحاجه ما اعرفش صح ولا لا، بحس ان لاعبتنا عايزين يجيبوا اهداف جميله جدا. ولا في حاجه اسمها اهداف مضمونه، يعني في فرص معينه، ثلاث نقط في الدوري. أيوة. حاجه اسمها الصعود للدوري. يبقى لازم الآخر. يبقى لازم اللعيبه تحط في اعتبارها برضو نقطه الحسم المبكر. يعني دايما احنا بنبقى سعداء بايه؟ الهدف اللي بيجي في الدقيقه 92. أيوة. ماشي، شيء جميل وبتبقى مفاجاه، بس ليه ما تجيبش قبله؟ ليه ما تجيبش في الدقيقه 2 و3 و10؟ صحيح. اللي هم في الاول خالص، لان ده اللي بيضمن لك النتيجه. والنتيجه هي اهم شيء في مثل هذه البطولات. عموما هي كلها برضو دروس بنتعلمها في كره القدم. وبرضو شيء جيد جدا في مباراه المقاولين، رغم التغييرات اللي حصلت وتسع تغييرات تقريبا، الا انه انت قدرت تكسب هذه المباراه. صحيح. ولا تدخل في نفق عدم التوفيق. انك تكسب. يعني برضو من ضمن الامور الهدف الثاني للاهلي في المقاولين، لو ما كانش جه، لا لو ما كانش جه والمقاولين اتعادل، الموقف كان هيتأزم مليون في المية. يعني ممكن جدا. فاذا ده دليل على انه اي فرصه بتيجي هدف او بتضيع بتأثر على الاداء والشكل العام. فنتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى في تحسن في هذه الامور. صحيح. في المرحله القادمه. استاذ محمود، الكلام اللي قاله الاستاذ جمال بيوديني لاتجاه اخر، وهو من حقك ان انت تنتقد زي ما انت عايز. مش انت محمود صبري، مش استاذ محمود صبري، ولكن بتكلم بشكل عام. اي حد عايز ينتقد ينتقد، اي حد عايز يقول ان اسلام النهارده مش كويس او فلان النهارده مش كويس، ده حقه، لانه كان المفروض يعمل الاوفر كده فما عملوش، عمله كده. ولكن ان تسخر او تشكك او تشتت او تتنمر على احد اللاعبين او لاعبين بعينهم، ده مش من حق حد. لا طبعا، لا تقصدش. ما ده من حقك انت تنتقد زي ما انت عايز. انتقد فنيا، لكن ان ترجع الامور الى 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 السخريه من اداء لاعب بعينه. يعني انا ممكن ودي بدات ظاهره. لا بدات ظاهره يروح بيه للجون. لا حد طبعا بيقول كده. هل ده هل لا بجد ممكن تقول لي لا ده كويس؟ ما انا بقول لك انك انت تاخد، بيبقى كوميديا. لا كوميديا. انت تاخد، بص عايز اقول لك على حاجه، انك تاخد مثلا البعض، انا شايفه في حاله من التنمر الشديده كبيره جدا على اداء انطونيو موديست في الاهلي. في ناس بتعمل رسومات وتعمل فيديوهات وكلام، يعني انا شايف يعني ممكن الناس تضحك عليه لكن دمه سخيف. في احترام للاعب نفسه حتى، يعني لو ما كانش، يعني مش عاوز اقول نبص على تاريخه كان في كذا وكذا وكذا، لكن ممكن تيجي لك انت فتره اعظم لعيب عندك ويجي فتره ما بيعرفش يسجل. وانا احب ممكن احكي لكم على تاريخ على نجوم في الاهلي قعدت فتره كبيره جدا، سنه والثانيه دخلت مش عارفه تجيب، جابت هدف او هدفين وهم من اللاعبين الاساسيين في الفريق. يعني ممكن تيجي تمر بمرحله صعبه جدا. كابتن، انا شايف انه تجربتين في غايه الاهميه لازم الاداره الفنيه للنادي الاهلي تقف عندهم. تجربه سان داونز في مباراه الذهاب مهمه جدا، انت عملت مباراه كبيره في القاهره. لو احنا عملنا نفس المباراه دي في سان داونز كنا عملنا حاجات كتير، يعني ادينا بنفس الروح والضغط وبتاع هناك كنا عملنا، خلصنا المباراه من هناك. انت دايما بتحسم بطولات افريقيا بايه؟ بتحسم بطولات افريقيا بالنتائج اللي بتعملها خارج ملعبك مش على ملعبك. نتائج خارج ملعبك، ودي كانت نقطه من الاساسيات اللي كسرها مانويل جوزيه في فتره لما تولى والاهلي ساد افريقيا على مدار سنوات، بانه كان الفوز دائما ياتي من الخارج. يعني في ملاعب كان صعب جدا تفوز عليها، وكان اشهر ملاعب ملعب انيمبا النيجيري. انيمبا النيجيري النادي الاهلي قدر استطاع الاهلي يكسبه 1-0 في مباراه طينيه زي ما انت شفت دي، رغم انه خسر صفقه كبيره جدا وقتها اكوتي بعد 12 دقيقه وكم ثانيه في اصابه. سان داونز لعبنا معاه مباراتين كبار جدا، انا شايف انه اعتقد انه كولر في حساباته والجهاز الفني بتاعه هيكون ليهم عوده وقت ما يبدا المشوار في دوري ابطال افريقيا في مساله دراسه الحاله اللي كان عليها الفريق. الاهلي مهم جدا في المرحله الجايه التركيز واستعاده الصداره في الدوري. عندك مباراتين في غايه الاهميه، مباراه مع فريق منتشي حقق فوز مهم جدا على المتصدر مؤقتا بيراميدز. طيب هكلمك عن المباراه دي لكن هو انا عاوز اقول لحضرتك مساله السخريه والتهكم والتطاول والتجريح على لاعب بعينه في هذه الفتره انا شايفها عمل سخيف جدا، اصبح يعني امر يفوق الحد.
انا كنت اتمنى يعجبني من ينتقد الاداء نفسه بالزبط. تحركات اللاعب جاله فرصه، لكن انا عايز اقول يا جماعه في مباراه المقاولين العرب كان افضل نسبيا في اكثر من لقطه، مودست تحديدا يعني كان افضل نسبيا. لا بس الناس مستنيه منه اكتر من كده طبعا، ولكن أكتر يعني من كده والناس كلها عندها امل ان هو ايه زي ما بيقولوا ايه المكنه تجيب قماش يعني، فمنتظرين القماش منه عشان يرد على الكلام ده، واعتقد انه هتيجي مع المباريات. واصرار كولر يفكرني ويذكرني باصرار مانو جوزيه على فلافيو رغم الفارق يعني. اصبرنا على فلافيو كتير. اكيد سنه كامله ما كانش في الهجوم ده كله. عموما هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم، ولكن خلينا برضو نروح نشوف بعد الفاصل تقرير عن اخر استعدادات النادي الاهلي او بيبدا تحضيراته لمواجهه سيراميكا كليوباترا، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. طيب استاذ جمال، استاذ محمود، خلينا نفتح بعض الامور اللي بتتكتب على السوشيال ميديا، لانه انا الحقيقه دايما بحب اشوف من بعض من لا يشجع الاهلي، عشان بس ما حدش يقول لك ده اسلام بيقول ولا بيعمل على الاهلي. مثلا ما يقال عن ان الشوط الثاني دائما للنادي الاهلي بيبقى اقل من الشوط الاولاني، وبالتالي ده تاثير بدني او قله لياقه بدنيه يعني. ممكن يكون برضو حمل زائد اعتقد يعني، ممكن لو في اجهاد لبعض اللاعبين ده ممكن يؤدي لكده. انما برضو من ضمن الاشياء يا كابتن اسلام اللي شاعت خلال الفتره الاخيره بعد الخروج من البطوله الافريقيه الكبرى الجديده، الحديث عن مستوى كولر. يعني انا استغربت جدا نفس الناس اللي كانوا بيشيدوا بكولر الموسم الماضي، ورغم انه يعني طبعا مفيش كلام ان احنا زعلانين اكتر من اي حد على ان النادي الاهلي فقد بطولتين مع بدايه هذا الموسم. صحيح. بس ال فقدان البطولتين دول يا كابتن ما كانش الاهلي سيء الى هذه الدرجه. يعني لم يكن هناك حاله من يعني انا مفيش هبوط حاد يعني. انا بتصور او اللي بسمعه او اللي بشوفه لك اصله حاله من الانهيار لا ما هو مفيش الكلام ده. النتائج بتقول يعني الاهلي مش في حالته الطبيعيه. معاك، اتفق معاك تماما. من ناحيه انه هو انا لا اتفق في دي كمان، لا انه هو غير قادر على او غير موفق في انهاء احيانا السيطره بتاعته باهداف او ترجمه السيطره الى اهداف. انا اتفق. لا وكمان الفرص الضائعه، مش الفرص الضائعه بقى اللي هي في القائم والعارضه، ده بتفرق كتير جدا. الكره بتاعت كهربا دي ما يعني تزعلش مني، انا بقول لحضرتك داخله جون، احنا كلنا بنشوفها داخله جون. يعني لو اتعادت 1000 مره لازم كهربا في سان داونز يعني. والعارضه بيرسي تاو ومش عارف مين، وهي مش اوفسايد يعني اساسا. في كذا لعبه تقول انه التوفيق يعاند الاهلي في هذه المباريات. انت مثلا امام اتحاد العاصمه ما انت كنت الافضل. صحيح. انما هو لعب على انه يحقق الفوز او يحرز هدف ويحافظ عليه. انت ما سجلتش يا استاذ جمال، انت ضيعت كميه فرص قبل هو ما ياخد ضربه الجزاء. كان عندك على الاقل 3 فرص محققين كان تقدر تخلص. ده ما يقولش انه في حاله انهيار. ان زعلانين ان البطولتين دول كانوا اقرب ما يكون للنادي الاهلي. ده ما فيش كلام في دي، لكن انك تخسرهم برضو ده يزعل طبعا. مفيش كلام طبعا. ده لازم ينبه بقى الى نقطة. مثلا الناس اللي قعدوا يتكلموا، مع كل الاحترام انا برضو حاجات اللي انا تابعتها خلال الفترة اللي فاتت، يقول لك احنا ما بنقولش على خالد بيبو وحش، بس كابتن سيد عبد الحفيظ احسن. او هو يعني الحديث على هذا الامر، الحديث عن هذا الامر يعني يا جماعة انتوا بتتكلموا هنا ولا هنا؟ يعني انت عاوز تشيد بكابتن سيد عبد الحفيظ لو ادى مهمته على افضل وجه، ولا عايز تجرح في خالد بيبو؟ انا بشوف انه لا يمكن مقارنه كابتن سيد. ما هو ده لا انا عايز اقول كابتن سيد بقى 10 سنين 14 12 لا سنة. ولو تجارب سابقه في منصب مدير الكوره قبل المره حضرتك يعني انا فاكر انه فلا يمكن هذه المقارنه. انا اقصد انها كلها ايه يا كابتن اسلام؟ اشياء لتشتيت النبش، عارف اللي بينبش التراب بينبش عشان يطلع مش اهلاويه دول حاجه. ايوه يا كابتن دول مش اهلاويه يا استاذ جمال. استاذ محمود الاكونتات والحاجات دي مش اهلاويه. على انه كل البرامج تقريبا
او اغلب البرامج مش هقول كلها كانت مركزة وراها بقى السوشيال ميديا بيتكلم. ادي تجربة كاملة لكابتن خالد بيبو وبعدين احكم عليه. يحكم عليه بعد 10 سنين بقى لو يعني لا يعني ممكن على الاقل على الاقل في نهاية سنة كاملة يعني موسم يعني سيزون يعني. طيب برضو يا استاذ محمود في اطار هذا في او في هذا الاطار يعني والكلام الخاص في بعض الامور الخاصه بتعاقدات النادي الاهلي مع بعض اللاعبين من الخارج مش هنقول اسماء ولكن الناس خلاص قالت ان اسلام مضى وخد فلوس وخد مقدم وعمل وكذا خلاص وبالتالي اسلام ده لو بيلعب بيلعب في اي مكان عشان بس ما حد اللي يفتكروا ان انا بقول على حد ولا حاجه ف اسلام ده بيلعب في اي مكان في الملعب يقول فطيب اللاعب اللي في مكانه هيفكر ازاي ده انا بشوف ان هو من نظام التشتيت للنادي الاهلي وما يحدث للنادي الاهلي على الجانب الاخر يعني انا كنت في التمرين من يومين يعني بنتكلم على يعني يقول لك اللعيبه الجديده بتبقى موجوده معانا في الملعب وبتتمرن واحنا ما نعرفش يعني المدرب بيقول كده فبالتالي لعيبه جت ونزلت الملعب وشافها وتعاقد النادي الاهلي تعاقد معاها وخدوا فلوس وفي نفس الوقت لعيبه ماشيه من النادي الاهلي واحنا لسه النهارده 4/11 ده انت لسه ده انت هتجيب لك لعيبه لعبت وسجلت اهداف ومشيت هتعمل عليك فيلم. اولا ده شغل وكلاء لاعبين بيتم بذكاء مع مدعومين بمجموعات منظمه دلوقتي يا كابتن اسلام انت دلوقتي عندك يعني عاوز اقول لك حملات من التشويه والتشكيك على كل حاجة على كل لقطة انت مثلا لقطة اي لقطة تعمل اي حد من الاهلي بتاع على طول بتعمل حوالها سيناريو وقصص وحكايات وخلفيات كبيرة جدا وصراع مشكلة مع مين الاهلي هيخلوه يتعاقد مع كل لعيبة الفرق ويخلوه يتعاقد مع اي حد هيتألق ويخلوه يتعاقد مع مش عارف مع مين والنهاردة لو في مهاجم بتاع طلائع الجيش اللي كسر الدنيا النهارده مثلا عمل ماتش كبير جدا في الاسماعيليه هيقول لك ده بكره الاهلي بيفاوضه ليه ما تجيبوش ده هاته للاعب الثاني لا ده احسن من مابولولو ويطلع الاتحاد النهارده يقول لك مابولولو مش للبيع يعني عارف انت الجو ده جو بتعيش عليه وتنمو عليه تعمل الموضوع وتحل لا 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 ده انا احكي لك سيناريو يعني في ناس متخصصه في ان انا اعمل واعمل معاك رابطه وانا اكتب الخبر وانت تكمل في التفاصيل والزمان يخش يعلي في التون وتبقى قصه وحدوته وتقتنع بيها وده بيزق وده ما بيزقش انت خلوا يعني ايه خلوا لا يتعاقد مع لعيب الاهلي طول عمر حتى لما يجي مساله التعاقد الكلام ده لما يبقى في لاعب عندك مرتبط بعقده الكلام ده الاهلي ما بيروحلوش اصلا غير لما ينتهي عقده رسميا ومش عاوزين نحكي يا جماعه في السنتين اللي فاتوا كان كتير جدا من اللعيبه في اللي عند المنافس كان بامكان الاهلي انه يتعاقد معاه بسهوله وتعارضوا من وكلاء وتعرضوا من اولياء امور وتعرضوا انه الاهلي وفرصه متاحه ورغم ذلك الاهلي احترم رغبات الناس ورفض يدخل في مزايدات ورفض يدخل في الكلام ده مطلقا فاعتقد انه حسبه اصبحت بايخه واصبحت فتنه كرويه يا كابتن بامانه شديده والناس بتصدق كل ما يقال وكان كل ما يقال على السوشيال ميديا حقيقي مع انه ده عالم خيالي من وجهة نظري عالم تحكى وتسرد فيه قصص وهمية غالبا نادرا ما تلاقي قصة صادقة تقال فيه ما يحدث مع النادي الأهلي أنا بقول لك وإحنا اتكلمت مع حضرتك قلت لك قبل كده لو أنت عملت حالة للرصد عندك هنا حالة لرصد الشائعات حول فريق الكرة في النادي الأهلي منذ انطلاق الموسم هتكتشف كارثة كبيرة جدا من كمية الأخبار التي المرفقة والمزورة والغير حقيقية على كثير من الصفحات التي هدفها هو التشويش والتشكيك وإخراجك من التركيز والكلام عنها كلام غريب يا كابتن هنظل في المعركة وعلى فكرة والأمور تزداد مع مرور أيام وكل ما أنت بتقرب ويحصل لك أي مثلا ديفو ولا مثلا أي لقطة أو أي حاجة أو أي حوار أو اتنين لعيبة يتكلموا مع بعض أو لعيبة يتكلموا مع مدير فني هتحمل عنك قصص وحكايات يا كابتن فأعتقد إنه حماية الكلام ده هو بغلق الأذان زي ما إحنا قلنا أنت سر نجاحك بفضل الله تعالى عليك إنك أنت إيه ماشي وعمال يتحدف عليك إيه طوب من هنا ومن هنا بس انت مركز في طريقك فمكمل فشاغل نفسك بمشاكلك وعيوبك بتحاول تصلحها ما وقفتش واتكلمت على غيرك لا انت شايف انت عاوز تروح لفين فاعتقد انه اداره النادي واداره الكوره في النادي الاهلي بغض الكابتن محمود الخطيب حريص على توجيه رسائل الجلسه كمان اللي تمت مع كولر لفتره كانت مهمه جدا في امور كتيره جدا يا كابتن الموسم لسه ما بداش الاهلي قدامه على الاقل 5-6 بطولات مهمين جدا محتاجين شغل كبير جدا محتاجين تركيز كبير جدا للحفاظ على متحقق من مكاسب في الموسم الماضي
طيب عايز اسال حضرتك على تقييمك لكابتن ابراهيم نور الدين امبارح. تقييمي لكابتن ابراهيم اعتقد انه ما كان الى حد ما يعني افضل من ابراهيم نور الدين في مباريات سابقه، في ايام سابقه. والله يعني افضل شكل لابراهيم نور الدين مع احترام، هو شخص جميل وكل حاجه، بتكلم عليه كناحيه تحكيميه. هو افضل من افضل المرات اللي شفته فيها. انا بشوف ان الاسبوع ده تحديدا يا استاذ محمود بياخدوا في قرارات، لكن هادي على فكره، كان مفاجاه ابراهيم نور الدين. كمان كابتن ابراهيم كمان الاسبوع وكمان لغايه دلوقتي يعني الماتشات اللي شفناها ما فيهاش يعني ما سمعناش مثلا يعني كوارث فتروح تتفرج عشان تشوف، فبالتالي ده نجاح عن ما سبق يعني. اكيد اكيد، ما انا عشان كده بقول لحضرتك من افضل المرات اللي انا شفت فيها كابتن ابراهيم نور الدين. اداء هادي وما فيش قرارات انفعاليه، اداؤه الشكل العام كده افضل بكتير. استاذ محمود لقطتين هم يعني برضو كان اعتقد هو او حتى غرفه الفار، كره محمد هاني في البدايه اللي حاول لعيبه المقاولين طلبوا فيها بضربه جزاء، كوره الايد في الجسم زي ما بيقولوا ما اتحركتش، الكوره هي اللي راحت، والكرة الثانية ضربة جزاء مع ديانج، الكرة في جنب بطن ديانج ما كانتش في ايده. برضو ابراهيم نور الدين يعني لما بيبقى هادي بيبقى الوضع مختلف، لما بتنتابه حالة بعض الاحيان يعني من الغروب بعد الشيء وبتعالي وبتاع وعاوز يجود اكتر بتحصل هنا ايه؟ بتحصل هنا المشاكل، رغم ان انا مش حابب حاجه برضو على الحكم، ما يدخلش في حوارات مع على الخط، يعني ما تدخلش حوار مع المدير الفني وتضحك ماشي اوكي يعني ايه ما تطولش يعني اعديها ماشي، لكن لا الموسم ده يمكن الاسبوع ده اسبوع مختلف. نتمنى انا بقول انه نتمنى انه التحكيم في الفتره الجايه يصل الى المستوى اللي احنا نشوف فيه التحكيم حاضر بقوه، مش هنا كمان في مصر، ايضا في المباريات الخارجيه، يعني زي ما طاقم التحكيم بقياده امين عمر ومحمود البنا عملوا مباراه كبيره جدا بامانه شديده لنا بيهم بالمناسبه، وانا شفتك وانت بتشيد، وانا بامانه شديده اشيد بجزء لانني لم اشعر بطاقم التحكيم خلال المباراه، رغم ان الماتش كان صعب قوي، رغم ان المباراه كانت صعبه جدا وحصل فيها كوارث. انا بقول لك لكن الكره اللي هي فاكر في الاخر الترجي ولا الترجي الترجي كانت داخله وطلعت ودخلت وطلعت ثلاث مرات، لا ده يعني الكره دي في حد ازاي تعمل اي حاجه، بس بامانه شديده كان هناك توفيق كبير جدا ليهم في ادائهم في تحركاتهم في وضوء الاعصاب. ما سمعتش الصفاره، انت دايما الحكم الشاطر ما تشعرش بيه في المباراه، يعني ايه يبقى عارف وحافظ؟ طبعا ده كله توفيق ربنا ليه طبعا. فاحنا عندنا بقول احنا عندنا اطقم تحكيمية، محتاج بس مساله ايه، مساله الهدوء، مساله انك انت تبقى حريص جدا في تحركاتك. حتى في افريقيا طبعا احنا يعني الوضع يا كابتن التحكيم، احنا ممكن يبقى عندنا على الاقل 3-4 اطقم تحكيميه مهمين جدا في السنوات اللي جايه. طيب استاذ جمال استاذ محمود اخيرا رؤيتكم بقى لمباراه السيراميكا. انا رايي ان شاء الله ان المباراتين القادمتين هما بيمثلوا مرحله اللي هي امام سيراميكا وامام الجونه، صحيح مرحله لغايه ما هتلعب افريقيا بقى، فان شاء الله باذن الله في اجنده ما بينهم وبعد كده افريقيا وبعديها هتلعب مباراتك مع ميدياما الغاني. فالماتشين دول انا ببص لهم برده مع المباراه السابقه كتله واحده. أوكي. ان انت محتاج مقاولين. نقاط 9 نقاط في الثلاث مباريات، انت خدت 3 فاضل لك ان شاء الله 6 نقاط، ده عشان تقفل هذه المرحله بلا يعني بلا خسارة. فاقد من النقاط، صحيح، بحيث ان تفضل محافظ على قمه الدوري لما تلعب كل ماتشاتك، يبقى انت محافظ على قمه الدوري، ودي انا من وجهه نظري اهم بطوله، زي ما كنت بكلم حضرتك ايام موسيماني، انا بقول موسيماني نجح خارجيا لكن محليا لم يوفق في الدوري، والدوري هو مفتاح كل البطولات، صحيح، هو اللي يعني بيدخلك كل البطولات، هو اللي بيدخلك كل البطولات، فلازم تبقى مركز، يحصل اي حاجه حوالين الدوري مقبوله، ارجع للدوري ده منتهى التركيز، هو ده اللي بيحصل وده حتى الان، يعني ده اللي يجب ان يحدث. استاذ محمود الماتش ده تحديدا
حضرتك قلت في البدايه ان سيراميكا كسبان، خلي بالك كسبان مش كسبان فقط، كسبان باداء جيد. ما انا بقول لك ده وعنده يعني بيراميدز يعني بيراميدز لا وعنده لعيب بتاعنا عامل اداء مميز جدا. يعني عاوز اقول لك انه في اكتر من عنصر مهم جدا في 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 وراسهم القندوسي. القندوسي النهارده من الهدافين في المسابقه، بيأدي بمستوى جيد، فاعتقد كمان وبيقوده مدرب ليه بصمات في الدوري، عمل شكل مميز حتى لو كان فريقه هبط للدرجه الثانيه فريق اسوان، لانه ايمن الرمادي استطاع انه يقود سيراميكا للفوز على المصري، فوز يعني بالكاس الرابطه. ايضا اداؤه قدام مباراه بيراميدز، واعتقد هو هيلعب مباراه شطرنجيه كبيره جدا مع كولر، ومهم جدا ان هو يثبت برضه قدام كولر باداء مميز، رغم انه كولر كسبه في اسوان 2-0، لكن مباراه صعبه، مباراه تحتاج الى جهد وعمل كبير جدا يا كابتن. برضه بناكد على جزئيه ايه؟ الفرص. كل ما بتنهي وبتخلص فرصك مبكرا كل ما بتقتل المباراه، كل ما بتضيع فرص وبتخلي المنافس يدخل في المباراه كل ما بتعقد موقفك، لانه اي هدف من المنافس هيقفل عليك وانت مشكلتك في القفل بتبقى ايه؟ صعبه جدا وبتحتاج الى مضاعفه المجهود. فمباراه في غايه الاهميه، انت مطالب بتحقيق 6 نقاط حتى تنهي المشوار المحلي دلوقتي واللجنه الدوليه وانت ايه؟ متصدر على الاقل. فده برضو بيديك ثقه، في حين ان المنافسين على اللي معاك فقدوا على الاقل نقاط، وانت لسه هتدخل في مواجهات صعبه مع استمرار المسابقه وعوده تصفيات كاس العالم ودوري ابطال افريقيا، وهتروح تطلع على كاس العالم للانديه، ومن كاس العالم للانديه تطلع على دبي تروح تلعب كاس السوبر في النسخه الجديده. لا مشوار صعب جدا، مشوار صعب جدا. فاعتقد انك انت لما تاخد خطوه بخطوه وتبقى مباراه سيراميكا بحساباتها مباراه صعبه، وانك انت تقدر تنهيها وتخلص وتحتاج منك الى جهد كبير جدا، تذهب الى الجونه تواجه كابتن علاء عبد العال، وما ادراك مع علاء عبد العال في طريق لعبه مع الاهلي ومتمرس، كسبان ماتشين ورا بعض، ما كسبان ماتشين ورا بعض، وليه تجارب مع الداخليه والاهلي، هو كان مدرب يعني اكتر من اكتر من لقطه مهمه جدا عملها، يعني عرقل الاهلي في كذا مواجهه. فاعتقد انك انت ايه؟ ما فكرش في الجونه دلوقتي بقدر ان انا ازاي اقدر اطلع بالثلاث نقاط من مباراه سيراميكا المنتشي اللي هيحاول يثبت نفسه ان هو ما حققش الفوز يعني كده قدام بيراميدز، ويحاول يعمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي. شرفتونا ونورتونا كالعاده استاذ جمال واستاذ محمود، بشكركم على وجودكم معانا دايما، وجودكم يعني بنستفيد دايما بيه. ربنا يخليك. شكرا جزيلا استاذ جمال، شكرا جزيلا استاذ محمود، انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكريم.